حلو شباب، راح نبدأ بال the side of the neck. نبدأ بيها. تبدأ side of the neck من the lower border of the mandible. بعدين نمشي نوصل للماستويد بروسس ثم السبيرال نوكل لاين. هذا هو السبيرال بوردر. بعدين هنا عندنا الانتيرير بوردر اوف ذا ترابيزيوس، بعدين الابر بوردر اوف ذا كلافيكل، وناخذ السوبراسترنال نوتش. هنا السوبراسترنال نوتش للتذكير انه هذا الكلافيكل اليمنى واليسرى. بعدين تجي عظمه الاسترنم. عظمه الاسترنم عندها هيك هي نزله صايره، يسموها ذا سوبراسترنال نوتش. بعدين ناخذ ذا ميدل لاين اوف ذا نيك. هذين نفس التأشيرات مال هذين البوردرات. قبل أن نبدأ بالإنرفيشن مال النيك، ناخذ السيرفيكال نيرفز. السيرفيكال نيرفز هذه راح تكون عندها انتيرير ريماي وبوستيرير ريماي. اللي قدامنا هذين النيرفات كلهن هن انتيرير ريماي، يعني من السبيرال روت اوف ذا انسس سيرفيكاليس، هذين اللسر اوكسيبيتال كريتر، اي واحد من هذين ذين الانتيرير ريماي. بينما البوستيريور ريماي فهم ياخذها من السي 2 واللي هو الجريتر اوكسيبيتال نيرف، هذا يصعد للسكالب يغذب السكالب. وعندنا الثيرد اوكسيبيتال نيرف اللي هو يجي من سي 3 يسموه ذا ثيرد اوكسيبيتال نيرف، كذلك يغذي اجزاء بالسكالب. هسه عرفنا ان البوستيريور ريماي، بينما الانتيريور ريماي هو أربع نيرفات: اللسر أوكسيبيتال، the greater auricular، the transverse cervical، and the supraclavicular nerve. هسه نجي على التغذية. الانتيرير ريماي راح يغذي شكشي anterior to the trapezius، البوردر، الانتيرير بوردر of the trapezius، بينما البوستيرير ريماي يغذون شكشي صاير posterior to the anterior border، يعني القصد فوق الترابيزيوس. خلنا ناخذ صورة. هسه عندنا الانتيرير ريماي قلنا يغذي شكو شي بالنيك للانتيرير بوردر اوف ذا ترابيزيوس. هذا الانتيرير بوردر مال الترابيزيوس. شوفوا التغذيه دا يشمل كل هاي المنطقه، شويه جزء من هاي المنطقه همين. اوكي، هذا الانتيرير ريماي، بينما اللي هم الاربع نيرفات، بينما البوستيرير ريماي واللي هو الجريتر اوكسيبيتال اند ذا ثيرد اوكسيبيتال يغذون فوق الترابيزيوس. جزء الأكبر من الفوق الترابيزيس راح يكون التغذية مالته من البوستيرير ريماي. ناخذ صورة اللخ. هذه هي الانتيرير بوردر اوف ذا ترابيزيس، هنا موقعه. شوفوا الجهة هاي الانتيرير، هذا كله بالانتيرير ريماي صاير. شوفوا من الانتيرير كوتينس نيرف اوف ذا نيك، هذا يعني الترانسفيرس سيرفيكال نيرف. وعندنا هذه الجهة من السوبراكلافيكولار نيرف، هذه الجهة ماخذة من الجريتر اوريكولار، صاروا ثلاث نيرفات، وكذلك اللسر اوكسيبيتال هنا جاي ياخذ. فشوفوا كله صاير كله انتيرير، بينما البوستيرير تو ذا البوردر مات الترابيزيس، يعني فوق الترابيزيس راح يشمل السي 4. سي 4 هذا جاي من السيرفيكال، يعني ما له اسم. الثيرد السي 3 هو يسموه ذا ثيرد اوكسيبيتال نيرف، بينما من هذه شويه دا ناخذ جزء من نايم فوق الترابيزيس بواسطه الجريتر اوكسيبيتال، والجريتر اوكسيبيتال يكمل على السكالب. النيرفات مات البوستيرير ريماي اللي جاي تصعد فوق الترابيزيس واضحه تغذيتها وقلناها، بينما الانتيرير راح تطلع من جوا عضله السيرنوكليدوماستويد مصل، راح تظهر من عند هذني الأربع نيرفات. أول نيرف هو اللسر أوكسيبيتال نيرف. شوف البداية مالته هو هذا نفسه، جاي يصعد فوق هذا النيرف دي يسوي هوك عليه. هذا الهوك فوقه دي يصعد فوقه هو فوق الأكسسوري نيرف. الهوك معنى هوك يعني خطاف، فمسوي مثل خطاف صعد فوقه. بعدين راح يصعد فوق الاسترنوغليدوماستويد هاي العضله على البوستيرير بوردر مالته ويصعد يكمل، راح يغذي شنو اماكن تغذيه من اسمه اوكسيبيتال، يعني التغذيه مالته بالاوكسيبيتال ريجن اند ذا ميديال سيرفيس اوف ذا اوريكل. راح نجي على الاوريكل شنو هي. هاي التغذيه مالت الاوريكل، وهذا هو اللسر اوكسيبيتال نيرف
تغذيته بداخل الأوراكل. النرف الثاني هو الجريت أوريكولار نيرف، جالس عد فوق الاسترنوغليدوماستويد، دي يتجه باتجاه منه الباروتيد جلاند. هي الباروتيد جلاند صار هنا في اتجاه السهم وكأنه عليها. تمام، هذا النيرف راح من يوصل لهنا راح ينقسم الى اثنين، انتيرير و بوستيرير. البوستيرير جاي يغذي هنا على الماستويد بروسس، وكذلك راح يغذي اماكن بالاوريكل، بينما الانتيرير بوردر راح يغذي هذه هنا المنطقه الانجل اوف ذا ماندبل. فالجريتر اوريكولار نيرف من وصل لهنا راح ينطي انتيرير برانش وبوستيرير برانش. هذه التغذيه مالت الجريتر اوريكولار، شوفوها هنا دي يغذي هذه الانجل اوف ذا نيك. تمام، بينما الطرف الثاني اللي هو بجهة الماستويد بروسس البوستيرير، فدي يغذي ان تو سايدز اوف ذا اوراكل اللي هي هنا وهنا، دي يغذي هنا هو الاوراكلر نيرف. هسه عندنا بقالنا نيرفات اثنين اللي هو الترانسفيرس سيرفيكال والسوبرا كلافيكولار. نبدأ بالترانسفيرس سيرفيكال، هذا من اسمه ترانسفيرس، إذن هو هيك راح يقطع النك. زين، هنا راح يصعد فوق in the middle of the sternogliidomastoid، بين هذا بالنص مالت الاسترنوغليدوماستويد، وبعدين من يعبر الاسترنوغليدوماستويد راح ينطق هواي برانشات حتى يغذن اللاترال سيرفيس اوف ذا نيك. خليني اشوفكم صورة عليه. هذا هو الانتيرير كوتينيوس نيرف اوف ذا نيك، قصدهم بالترانسفيرس، هو راح يغذي هذا المنطقة اللاترال سيرفيس اوف ذا نيك. النيرف الرابع هو السوبرا كلافيكولار نيرف. شوف السوبرا كلافيكولار نيرف جاي يبدأ بترانك، هذا هو ترانك، وده ينقسم الى ثلاثة. الكلاث هو الميديال انترميديت، وعندنا اللاتر، بس ده تحسوه وكأنه هذا انتيرير وهذا بالنص ميدل وهذا بوستيرير، بس هي بالأصل شوفكم صورة ثانية عليه، هو بالأصل بهذا الشكل. هذا هو السوبرا كلافيكولار نيرف أو باعتباره ترانك، وبعدين راح ينقسم إلى هذا الميديال، شوفوا كلش ميديال. طبعاً خليني أشوفكم هذا شلون البوزيشن مالته، رقبته لايفها، هاي الاسترنوغليدوماستويد ملفوفة بهاي الجهة بحيث صار الماستويد بروسس وكأنه مبين انتيريال دي، لأن الأوريجين مال الاسترنوغليدوماستويد من الماستويد بروسس، فدي يبين لنا هذه الميديال، هذا الانترميديت صاير بيناتهم الانترميديت، وآخر واحد اللي هو اللاترال. التغذية مالتهم راح يغذي هذه الجهة مبينة، هذا من اسمه سوبرا كلافيكولار. إذن راح يكون السبلاي مالته على ثلاث أماكن: the anterior chest wall، الانتيرير chest wall اللي هو هنا anterior، وكذلك فوق الكلافيكل، تقريبا هي الكلافيكل وين صار هي شي الكلافيكل تقريبا، فصار فوق الكلافيكل كذا، يعني مو بس الكلافيكل، راح نقول shoulder region كلها، وبعدين ينزل بالchest wall إلى حد فوق السكند ريب، فوق الضلع الثاني. هاي التغذيه مالت السوبراكلافيكولار نيرف. مختصر لهذين النيرفات عندنا البوستيرير ريماي، هم الاثنين الجريت اوكسيبيتال اللي يكون C2، بينما الثيرد اوكسيبيتال من اسمه ثيرد يعني كلاث C3، بينما الانتيرير ريماي هما اللسر اوكسيبيتال C2، جريتر اوريكولار وترانسفيرس سيرفيكال ثانتهم C2 C3، السوبرا كلافيكولار هو C3 C4. هسه ناخذ اماكن التغذيه. اماكن التغذيه مالتهم عندنا الجريتر اوكسيبيتال ده ياخذ الجهه صايره بوستيرير تو ذا نيك، ذا ثيرد اوكسيبيتال كذلك هم تقريبا من هذه المنطقه، هذول البوستيرير ريماي. انتيرير ريماي راح يكون جريت اوريكولار، قلنا راح ينقسم الى اثنين، الانتيرير وبوستيرير. الانتيرير راح يروح يغذي منطقه الانجل اوف ذا نيك، بينما البوستيرير يغذي الميديال اوف ذا اوريكل بهذه الجهه، وكذلك الماستويد بروسس المكان اللي هناك صاير. الانتيرير كوتينس نيرف اوف ذا نيك هو قصدهم بالترانسفيرس سيرفيكال، راح يغذي اللاترال اوف ذا نيك. ذا لسر اوكسيبيتال نيرف ده يغذي جزء من ال من ال
اوراكل صاير تقريبا الميديال همين الجريتر اوراكل، العفو مو بس ميديال، ميديال لاترال او من كل الجهات مالته صاير انتيرير بوستيرير للاوراكل دي اخذ. يبقى سوبرا كلافيكولار دي يغذي قلنا الشولدر ريجن، دي انتيرير تشست وول، يوصل الى حد فوق ذا ليفل اوف ذا سكند ريب. طبقات مالت النك، اول شيء بالبداية عندك سكن، اذا نشلع الجلد راح نلقى السوبرفيشال فيشيا، نشيل السوبرفيشال فيشيا تجي الديب فيشيا، فلذلك السوبرفيشال فيشيا صار اتصال ما بين السكن فوقها وبين الديب فيشيا. المواد اللي بداخلها embedded in the superficial fascia هي البلاتيزما، the superficial vein، شوفوا هذا الصورة مبين البلاتيزما هذه العضلة الكبيرة كلش، وكذلك superficial veins، the superficial lymph node، cutaneous nerve of the neck اللي صارفناها هذني كلهن، cervical branch of the facial nerve. هاي ال facial nerve للتذكير من اجي هنا يدخل للباروتيد جلاند ينقسم الى هواية انقسام، temporal, zygomatic, vocal، وكفد واحد من عندهم هو السيرفيكال اللي يجي هنا راح يغذي عضلات بهذا المكان. نيجي على محتويات السوبرفيشال فيشي اللي هي اول وحدة البلاتيزما. هاي البلاتيزما هي طبقة خفيفة كلش من هاي العضلة، دي تاخذ اوريجين من الديب فيشيا اللي موجودة بمنطقة الثوراسك تقريبا، يعني تاخذ من هذا المكان مالتها اوريجين، وكذلك من السكن الموجود جوا. راح تبدا هذا الديب فيشيا الموجوده بالثوراسك تبدا من الدلتويد، وكذلك تاخذ من البكتوراليس مسل، بكتوراليس ميجر، تصعد هني الفايبرز، وراح تكون على انسيرشن بمكانين عندها انتيرير، راح يشكل باللور بوردر اوف ذا ماندبل الانتيرير بوردر، بينما البوستيرير راح تجي تشكل بالانجل of the mouth اجت شكلت هنا. بعد حتى اذا سوت contraction راح تنزل الانجل اوف ذا ماوث، هذا الانجل اوف ذا ماوث راح تنزلها بنتبين واحد مثل التعيس. الاكشن مال هذه العضله هي depression of the mandible and pulls the down of the angle of the mouth راح تنزله، وراح اشوفكم شلون هاي كل الحكي. النيرف سبلاي راح يكون من السيرفيكال برانش اوف ذا فاشيال نيرف، الفاشيال نيرف قلنا ان من يجي هنا ده ينطي هوايه فروعات، اكو واحد من فروعه ينزل جوه هو السيرفيكال. الاكشن مالت البلاتزما هيجي، تمام. فبالتالي اذا نشوف انه الاكشن مالت جاي تنزل اللور بوردر اوف ذا نقول اللور مالت الماوث الانجل جاي تنزلها داون وورد، وكذلك دا تنزل بالجلد الموجود هنا على جهه الماندبل بينه جاي تنزل تسوي له ديبرشن. also tense the skin of the neck يعني تسوي شد بالجلد الموجود هنا بالنك، بينما اذا نجي على التشيست اذا نزل يعني الصوره جوا راح نشوف عفوا تنزل ترفع الجلد الموجود بالتشيست تصعده هذا لي فوق الجوه يعني تسحب همن لي لاعلى. المحتويات الاخرى اللي هي the superficial veins، والsuperficial veins يهو الاكسترنال جاجولار لو الانترنال شيء اكيد، الاكسترنال جاجولار veins هي الموجوده هنا، واكثر شيء هي predominantly اكيد على الفيس، واكيد تغذيتها على السكالب يعني مثلا هذا وكذلك هذا الفين، بينما الليمف راح يكون the superficial cervical lymph node is lie on the external jugular vein، فوق الاكسترنال جوجلر فين اكو ليمف نود، كذلك the submental اكو هنايا ليمف نود يسموه the submental وكنا submandibular، احنا اللي ده نقصد submental lymph node اللي صار below the chin جوا الحنج. هسه احنا خلصنا السوبرفيشال فاشيا، اللي وراها اللي هو الداخل الديب فيشيا جدت حيط النيك بيها محتويات كلش مهمة وأساسية كلش بالداخل،
راح تحيطها طبقه كلش قويه اللي هي الديب فيشيا. اخذنا سوبرفيشال فيشيا وقلنا ترى لوز كونكتيف تيشو، يعني كونكتيف تيشو من النوع اللوز اللي هو الرخو، بينما الديب فيشيا راح يكون دنس كونكتيف تيشو واللي هو مرات يسموه ذا اوريلر، واللي هو يعني كونكتيف تيشو كثيف محيط بها. Certain as an area for or areas for condensed to form the fibrous sheet. Fibrous يعني كلش من fibrous قوية، راح تكون ذني الطبقات، ذن الطبقات اللي هنا عندنا ال investing layer اللي صار باللون الأخضر، عندنا pretracheal. هناخذ لنا صورة بعد اللوخ هنا الطبقات ذني. راح تكون الانفستنج لاير اللي هو الخارجية اللي دا تحيط بالتريكيا وشوية جزء من الاسافيكس، همين يسموها ذا بري تريكيال من اسامي تقدر تعرف شنو الفيلم، اللي محيطة بالفقرات والعضلات مالت الفقرات يسموها بري فيرتبرال، فيرتبرال على الفقرة، واللي تحيط بالكاروتيد راح يكون يسموها ذا كاروتيد شيث. فبالتالي هذني اربع طبقات مهمة كلش. بالضبط هي هاي الديب فيشيا شلون جاي تحمي كل وحده من عندهن، وذن الطبقات مكتوبات على اليمنى. نبدا باول طبقه اللي هي انفستنج لاير، جاي تبدا من نايه. خلينا ناخذ الطريق على اليسرى، راح تنفتح على جهتين حتى تحيط بعضله الترابيزيوس، تكمل من هاي الجهه وهاي الجهه، ترجع تتصل توصل الى عضله السترنجليدوماستويد، راح تحيطها، تحيط لها همين جزء من عضلات الانفرا هايود مصل، تكمل هاي همين جزء من الانفرا هايود، وتخلص لهنا حتى تلتقي من الجهة الثانية. هاي الطبقة محيطة بالنك بكل الجهات، فذلك كاتب لك it's like a collar يعني مثل القلادة. كذلك هي صايرة جوا منه، جوا السوبرفيشال فيشيا، اذا اكيد هي جوا البلاتيزما. تمثل الروف يعني السقف مات الانتيرير والبوستيرير تراينجل اللي راح تنشرح بالمحاضرات الجاية. كل لاير من ذني لازم نجي على شنو محتوياتها، وكذلك اجدت شنو الباوندريز مالتها انتيرير وبوستيرير، وهذا اللي كلهن. هسه الانتيرير مات الانفستينج لاير راح تبدأ من السينفايسز منتي اللي هو هذا يبين بالانتيرير بوردر، بعدها راح تنزل بس اوكي بتمن سفايت منتي توصل للهايد بون، هذا الهايد بون خف راح مشايفه. المهم تنزل بعدها لهنا راح تنزل جوه. اذا عرفنا الانتيرير بوردر شلون جاي، البوستيرير بوردر او السوبيرير بوردر تاخذ من اللور بوردر اوف ذا ماندبل ذا ماستويد بروسس اند ذا سوبيرير نوكل لاين. اوكي فلذلك الانتيرير لي هذه النوب، اخذنا هذا السوبيرير وهذا السوبيرير نوكل لاين، بينما بوستيرير لي راح يتصل بهذا الليجمنت، هذا يسموه ذا ليجمنتوم نيوتشي، وراح يصعد عليه كله الى ان ينزل جوه. بعدها راح تنزل جوه انفيرير لي وراح تتصل بالاكروميان، تعرفوا موجود بالسكابولا، وكذلك يتصل بالكلافيكل اند ذا مانديبل the manubrium sternae. An investing layer هي صايرة هنا أكيد بالangle of the mandible أو lower of the mandible، تجي هنا على ال stylomastoidal process، هي ده الشكل هذا الليجمنت اللي هو stylomandibular ligament، إنه هي راح تصير بهذا المكان thick وبالتالي راح تكون هذا الليجمنت. هاي صورة ثانية هي لل stylomandibular ligament من الجهة الداخلية. هذه عظمة الهايود بون. الانفستنج لاير شوفوا شلون جاي تصعد، بعدين راح تنقسم الى جهتين حتى تشغل السب مانديبولار جلاند، تمام. فهذه من راح ترجع راح تشكل بيمن بالبودي اوف ذا مانديبل، بالتالي هي احاطت بالسب مانديبولار جلاند بمكان اللاخ. الانفستنج لاير همن هي هنا موجوده، ايش راح اسوي؟ هي تبدا غير مكان ده، تبدأ من الزيجوماتيك آرش، بعدين توصل في التقريبا هنا، توصل للأنجل أوف ذا ماندبل، تتمشى هي
من هاي الانفستيك لاير تلتقي ويا انفستيك لاير من الجهة الثانية، جهة تجي من التايبانيك بليت، بليت هذا صار بالجهة التايبانيك، وكذلك تقدر تقصد انه هي قبلها جاي من الماستويد بروسس، تمام هو نفس الشيء. فتوصل لهنا شوف هناش ده الشكل، شكل ستايلو مانديبولر ليجمنت هذا اللي احنا حكينا انه بترجع وتتصل، بالتالي هي احاطت بمنو؟ احاطت بالباروتيد جلاند. بالتالي انت عندك على المود ناخذها كملخص نعيدها، الانفستنج لاير تقدر تبدا من الهايد بون تنقسم الى جهتين حتى تحيط بالسب مانديبولر جلاند، تتصل بعدين بالبادي اوف ذا مانديبل. الجهه الثانيه تقدر تبدي ايضا من المانديبل جهه الانجل اوف ذا مانديبل، ومن الماستويد بروسس تقدر تقول منه وترجع وتتحد حتى تحيط بالباروتيد جلاند. الطبقه الثانيه اللي هي البري تراكيال، من اسمها يعني على التراكيا، هذه هي الثايرويد جلاند. شوف شلون جاي تحيط هاي الطبقه كلها، ما تحيط بالتراكيا زين شلون عاد راح تحيطها، وكذلك ما تحيط بالاسافجس، لكن هي تحيط اوكي بالتراكيا من السايد من الجهه تو سايد هي تحيطها. شوفوا بهذه الصوره، بهذه الصوره تحيط كذلك بطبقه ثانيه، هي بالاصل انه هاي البنفسجيه جاي تكمل هيك تكمل عليها زين، عاد هاي شنو هاي، هاي طبقه جديده او طبقه ثانيه اسمها بوكو فارنجيال فاشيا، تحيط بالاسافيكس من وراء وكذلك اكيد من حاطه التراكيا. لذلك حتى نعيدها اكثر، انه عندنا هذا طبقه البري تراكيا جاي تحيط بالثايرويد جلاند احاطه تامه، مدى تحيط بالتراكيا تحيطها بس من السايدز، تيجي طبقه ثانيه اسمها بوكو فارنجيال تحيط بالاسافيجس وكذلك تحيط بالتراكيا بوستيريرلي. هسه نجي على الباوندرز، قلنا ننطق كل وحده انتيرو بوستيرو وغراضها ذني، تبدا من الهايود بون هاي البري تراكيال، شوف شلون جاي تبدا من الهايود بون تتصل بالثايرويد بالاوبليك لاين اوف ذا ثايرويد كارتليج. هسه راح اشوفكم صوره ثانيه عليه، جاي تنزل لي جوا وتوصل الى منو هذا، هذا الهارت، تتصل بالبريكارديوم، بريكارديوم هي الطبقه الخارجيه من القلب. شوفوا هذه انه هي من تجي من نايم البري تراكيال جاي تنزل، هذا هو الاوبليك لاين، هذا هو الاوبليك لاين جاي تتصل به وتنزل جوا الى ان توصل للبريكارديوم. الطبقة الثالثة اللي هي بري فيرتبرال، من اسمها فيرتبرال يعني تعيد بالفيرتبرال كولون او العمود الفقري، وكذلك بالعضلات المحيطة به، هذا انه هواي عضلات للبري فيرتبرال او خلينا نقول العضلات مالت الفيرتبرا زين. هذه اذا تلاحظون انتيريرلي من دي يصير عندك الاسافيجس، اذا تلاحظون شغله انه البري فيرتبرال جاي يبعدها عن هذه، يا هي قلنا هاي البوكو فرنجيال فيشيا اكفت فراغ بيناتهم، خلينا نطيلون هذا الفراغ، فلذلك هذا الفراغ حتى نشوفه بصوره ثانيه، هذا الفراغ هو ذا ريترو فرنجيال سبيس، مبين واقع ما بين البوكو فرنجيال اللي هو تابع للبري تراكيال عن البري فيرتبرال. هذا الطبقات هيك تبين الانفستنج لاير، خلينا نبدا من البدايه، الانفستنج لاير مبين محيطه بكل شيء، جاي تنزل من اللور بوردر اوف ذا ماندبل، خليني اغير اللون، لور بوردر اوف ذا ماندبل ونازل على الهايود بون ونازل كله الى ان توصل للسترنم، تمام. غيرها البري تراكيال، البري تراكيا لاير بينه محيطه بالثايرويد ونازله هذه الثايرويد جلاند كلها ونازله الى ان توصل جوا للبري بريكارديوم الطبقه مالت القلب. عندنا هنا التراكيا زين، انا كل التركيز اريده على المود اشوفكم البري فيرتبرال، هذا الطبقه بري فيرتبرال، وانتبهوا ترى اكو طبقه صار قدامها يسموه بوكو فارنجيال، ووراها جاي يجي الريترو فارنجيال او العفو بيناتن بين البري تراكيال وبين البوكو فارنجيال عندكم طبقه الريترو فارنجيال سبيس زين.
امامهم كلهم عندك الاسافيجس. شوف الفارق طبعا ان ماكو بي طعام. زين خلينا نقرب الصوره حتى نباوع اكثر. هسه بصوره كلش من امام جاي تبين الطبقات الذني. عندنا طبقه البري فيرتبرال، هذه البري فيرتبرال لاير اللي هي هذه الطبقه الامامها هي البوكو فارنجيال. السبيس الفراغ اللي بيناتهم سميناه ذا ريترو فارنجيال سبيس. عندنا هنايا الاسافيجاس البلعوم، هذا البلعوم هنايا التراكيا. البوكو فارنجيال قلنا ترى هي تابعه للبري تراكيال لاير. الباوندريز مال البري تراكيال بوستيرير لي نفس الانفستينج لاير بالليجمنتوم نيشيا، وانه بعدين السوبيريور راح يتصل بالبيزل مالت البيس اوف ذا سكال. انتيريرلي قلنا راح تطلع هيك ورجع تمشي على انتيريور. انتيريرلي قلنا يعني تحيط بشكل طبيعي بالفقرات وتنفصل عن الاسافيجاس عن طريق الريترو فارنجيال سبيس. تذكرون البريكال بلكسز وال السبكليفيان ارتري، ذولا جاي يصيرون ما بين دي يعبرون ما بين عضلتين اللي هي سكالين ميديوس اند ذا سكالينس انتيرير. ذولا بيناتهم جاي يعبرون. زين هاي ليش بدنا نجي عليها؟ بدنا نسولف على هاي السالفه ونجي عليها لان الطبقه مالت البري تراكيال هي ودي تنزل جاي يطلع من عندها فرع كامل على المود يحيط بال brachial plexus and the subclavian artery and vein. هي هذه خلينا نقول هي هاي البري vertebral، عفوا مو tracheal، بري vertebral جاي تحيط بهم and covering it على مود يسوي لها protection. بعد عندنا ال sympathetic trunk اللي هو هذا. هذا ال sympathetic trunk يقول لك embedded into the pre-vertebral layer. هو السمبثيتك ترانك الوحيد اللي ما مشغول داخل وحدة من ذني اللايرات. يعني مثلا هنا عندنا الانترنال جيجولر فين او هنا الكاروتيد ارتري، يعني كلهم صارين جوا داخل شيء عدا هذا اللي هو السمبثيتك ترانك. فهو ممكن ان يكون امبيدد يعني من ضمنها او ممكن ان يكون لا، يعني اقصد البري فيرتبرال لاير. اخر طبقه اللي هي الكاروتيد شيث. الكاروتيد شيث محيطه بالكمن كاروتيد ارتري، ذا انترنال جيجولار فين، الفيجوس نيرف. راح اسولف بينها اكثر المحتويات. هاي ميزته انه متصله بكل الثلاث طبقات بالبري تراكيال بالانفستينج لاير اند ذا بري فيرتبرال. بما انه هي جاي تاخذ الانترنال جيجولار فين من فوق، انترنال جيجولار فين والكاروتيد الانترنال، بدايه من الانترنال كاروتيد ارتر، فاكيد هي تبدا من البيزل اوف ذا اوف ذا سكال، تحديدا من هذني الفورامينات اللي هي هذه الفورامين هي الكاروتيد كانال ومن ناية الجيجولار فورامين. فتاخذ فموقعها يعني راح يكون من ناية هذه كسوبيريرلي. انفيريرلي راح تنزل جوا هذه الى ان توصل للبريكارديوم وتتصل بي السيرفيكال سمبثيتيك ترانك اللي قبل شويه حكينا بي. هذا راح يصير بوستيرير للكاروتيد شيث. و سولفنا قلنا هي تتصل بالكل. زين هنا الاختلاف شوية بداية تكوينها إيش جاي تشمل. بداية تكوينها راح تشمل internal carotid artery، internal jugular vein، وكذلك the last four cranial nerves. شين last four cranial nerve؟ يعني العصب التاسع، العاشر، الداعشر، الاثناعش. التاسع هو glossopharyngeal، العاشر vagus nerve، الداعش axillary nerve، والاثناعش هو hypoglossal nerve. فهذه بداية. من تنزل جوا جاي تنحاض بهذه الطبقة اللي هي الكاروتيد شيث. طبعا هي بادية بالأصل هي منها، العفو، من هي وجاي تنزل
راح تبدأ تحيط بالمواد اللخ انه راح تلتقي بالاكسترنال كاروتيد ارتري، وشوية من هذين النيرفات هذين الأربعة مو كلهم يظلون ويا الانترنال جوجولر فين والكاروتيد ارتري، ما راح يبقى وياك، وهنا راح يروحن يعني طلعن من هاي الشيء يروحون يغذن اماكن ببحثهن. شوف هذه الصورة تبين الاكسترنال كاروتيد ارتري راح يجي يلا يلتقي بيه، لان هي اصلا كاروتيد شيت بادي من فوق من الانترنال كاروتيد ارتري وجاي تنزل جوه. لاحظوا المحتويات جوه ايش راح تشمل، راح تشمل كومن كاروتيد ارتري، ذا انترنال جوجلر فين، ذا فيجاس نيرف، كذلك ليمف نود موجودة فوق الانترنال جوجلر فين. هذني كلهن راح يكونون من محتويات هذه. كذلك جوا راح تتصل ويا ذي انسر سيرفيكاليس. انسر سيرفيكاليس هي نيرفات الفعلة مالت انه يغذن بالانفراهايود مسلز، بعدين راح تبين اكثر بالتراي انجلز الموجودة بالانتيريور والبوستيرير تراي انجلز. اكو شغلة يعني ما يعني عرفتها بعدني مذاكرها اللي هي البوستيرير تراي انجل، الفلور مالت البوستيرير ترينجل يعني القاع مالته تتكون عن طريق البري فيرتبرال لاير، بينما الروف فكانت متكونة عن طريق الانفستنج لاير الروف مالته. طبعا الروف اللي هي السقف مالت البوستيرير ترينجل قلنا من الانفستنج لاير، كذلك الانتيرير ترينجل كذلك الروف مالته متكونة من الانفستنج لاير. لهنا خلصت المحاضرة هاي كلها مالت side of the neck، يبقى الانتيرير تراينجل بعدين راح ينزل وكذلك البوستيرير تراينجل.